تتحدث عن نواب، يعني في سؤال ملح فيما يخص ملف احمد مرتضى منصور وعمرو الشبكي، لو تسمح لي تقول لي الرأي القانوني في إحالة هذا الملف الى دور الانعقاد الثاني بالرغم من ارسال محكمة النقد لقوانينها او عفوا لاحكامها واصدارها بيان وإحالة هذه البيانات وهذه الاحكام للجنة التشريعية واقرار اللجنة التشريعية رأيها بأحقية عمرو الشبكي مكان أحمد مرتضى منصور، إحالة هذا الملف إلى دور الانعقاد الثاني هل يترتب عليه أي نوع من أنواع يعني المشكلات؟ هو طبعا الجانب الرئيسي في هذا الأمر هو أنه الدستور يتضمن نص صريح على اختصاص محكمة النقد بالفصل في الطعون الانتخابية، وهذا الفصل يتم بحكم من المحكمة، هذا الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه امام اي محكمة او اي جهة اخرى، وبالتالي المفروض انه بمجرد صدور الحكم واختار مجلس النواب يتعين ان يتم تنفيذه، وعدم التنفيذ والارجاء لاي سبب يعني ليس له سند في الشرعية الدستورية، والامر يقتضي ضرورة احترام يعني هذه الشرعية وتنفيذ الحكم تنفيذا كاملا بمجرد الاختيار به، وعدم جواز يعني عرضه على جهة اخرى او على لجنة او ما الى ذلك. هو حصل غير كده يا سيادة المستشار، في الاخر هم عرضوه على اللجنة التشريعية. اللي حصل ده لا يتطابق مع احكام الدستور، وطبعا انا لا اعرف بالضبط يعني ما هي المبررات المشروعة لمثل هذا الإجراء. هو سيادة المستشار لو تسمح لي أقول لحضرتك، هم قالوا وقتها لأنه أحمد مرتضى منصور كان عنده حكم آخر من محكمة النقد مختص بالمرحلة الأولى للانتخابات. أيا كانت الحجة، وهذه الحجة حجة يعني لا سند لها، لأنه الحكم السابق لا علاقة له بالحكم الحالي سواء من حيث هذا يعني ما أقرته اللجنة التشريعية والمستشار بهاء الدين أبو شقة، ولكن ليس هناك أي يعني ما يترتب على إحالة هذا الملف لدور الانعقاد الثاني. هو يعني الإحالة والتأجيل والتعطيل حتى الآن غير مشروع ولا يتطابق مع صحيح أحكام الدستور. بشكرك المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق.